هو انت كنت عاوزنا في ايه يا عم خالد؟ انا عايزكوا في موضوع مهم، عايزكوا في موضوع هيشقلب حياتكوا رأسا على عقب، عشان كده قلت الرجالة ما يجيبوش نسوانهم وللستات ما يجيبوش رجالتهم، لأن الموضوع يخصكم انتوا كده على بعضكم ولاد الحاجة صفية. لا والله. طب بالنسبة للحزورة اللي انت معايشنا فيها دي، ايه عروستي؟ على فكرة يا باشمهندس انا بتكلم جد ما بهزرش. طب ما بلاش جو التشويق والاثاره اللي انت عامله لنا ده بقى يا حاج خالد، وتجيب من الاخر عشان تريحنا. ماشي نجيب من الاخر. الارض بتاعتكم اللي هي بتاع الاسماعيليه، انا قلتش حاجه؟ عمال يلف ويدور من الصبح عشان يجيب سيره ارض الاسماعيليه. انا قلت لكم هو جاي عشان يجمعنا عشان الارض بتاعت الاسماعيليه. خلاص خلصت كلامك؟ لا لسه ما خلصتش. يكون في علمك بقى الارض دي احنا ورثينها عن ابونا ومش هنفرط فيها ابدا طول ما احنا عايشين. الارض دي احنا اتولدنا لقيناها ملكنا بتاعتنا، كلنا من خيرها، فتحت بيوت ناس كتير وفتحت بيوتنا وربتنا كلنا رجاله وستات. تقوم الست مراتك جايه تضحك علينا احنا وتقول اشتري منها حته واعملها مزرعه عشان تريح مزاجها لما تبقى متعكره. الهي ما ترتاح لدنيا ولا اخره البعيده، الهي ما تشوف راحه ابدا طول ما هي عايشه وحرقه دمي كده اهو. عايزه تقولي حاجه تانية؟ لا بس عشان تبقى فاهم، انا كبيره اخواتي وليا كلمه عليهم. انا اسفه يا ماما، يعني ربنا يديك الصحه وطولة العمر، اصل هم وعدوني ان لو جالهم حتى فلوس قد ايه محدش فيهم هيبيع ولا حد هيمضي، مش كده؟ احنا ما وعدناكيش على فكره خالص. ما وعدناش، وعدنا حق. ممكن بقى تهدي وتسمع الكلمتين اللي هيتقالوا؟ انا فعلا جاي عشان بعت الارض، والارض كلها مش حته صغيره منها، وشريفه مش هي اللي هتشتريها. اللي هشتري يا جماعه مستثمرين كبار قوي، عايزين حتة الأرض دي بالذات، هم عايزين يعملوا مشاريع عليها. اسمع عن تخطيط بتاع إقليم قناة السويس، مشاريع في المنطقة دي، لا أنا ولا أنتوا يفهم الناس بتفكر في إيه. أيوة أيوة أيوة، ودينا وجبنا وبعنا واشترينا، ما إحنا متعودين منك على كده يا حاج خالد. ما تسكتي بقى يا منيرة، خلينا نفهم. أنت قصدك يا خالد إن الأرض دي هتتباع على إنها مش أرض زراعية؟ يعني بالمتر مش بالفدان؟ اسلم في امك يا دكتوره، واسلم العلام اللي اتعلمتيه، هو ده الكلام. تعرفين يا جماعه الارض دي هتدفع فيها كام؟ هتدفع فيها 300 مليون جنيه. بص يا عم خالد، اظن واضح على الناس اللي انت شايفهم دول ان هم فيهم اللي مكفيهم. انا شخصيا جاي هنا النهارده وانا شايل هم الدنيا والاخره على كتافي. يعني زي ما هو باين كده واضح لحضرتك ان القعده بقى مش طالبه نكت بايخه وهزار، وفاهم طبعا. لمؤاخذه يعني اللي انت عايزه قوله على طول دغري وجد، عشان احنا فينا اللي مكفينا، وكل واحد مننا عايز يقوم يشوف مصلحته. فارجوك يا عم خالد. وانا يعني ما عنديش مصالح حاجه يا استاذ كمال ولا ايه؟ ما انت عارف اللي فيها. فين يا حاج المصحف اللي انت بتقري فيه؟ اهو يا ابني. ماشي ثانيه واحده. اهو بيني وبينكو كتاب ربنا. حاطط القران ده على عينيا، حاطط القران ده على عينيا. الارض بتاعتكم بتاعت الاسماعيليه جايبة 300 مليون جنيه.